لا على فكرة جايز بده يجي يطلع على سرد بعدين ما في دينر. انا السرد السرد بس j'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. نور حجار welcome to سردي. اهلا نور. انت you're a stand up comedian. بعتقد انا one of my favorite stand up comedians بلبنان وبالعالم حبيبي. اف هنا المشكلة اللي ما بيفهموا عربي و thanks for coming خيي. thank you for inviting me. صار لنا فترة من نجيبك على على سردي و very happy. thanks. كم بدي اسألك I think اول موضوع عم بتلحق انت مع كل شيء اللي عم بيصير بلبنان هلا الليرة الدولار صار ب10,000 العالم عم تتلقح في في سياسيين عم يتلقحوا قبل العالم عادي ما حتلحق على شيء فتس انه بدك تلحق ما حتلحق. ديف شابيل كان بسبيشال بيحكي عنه انه ايج اوف سبين مثل انه ما عم تلحق على كثير ايفنتس غريبه عم بتصير ما حتلحق تستوعبها مثل انه وما بتلحق حتى تعمل ردة فعل يمكن لانه بتعرف مثلا لما انه هلا قاعدين قعده صالون وحدا وقع سيجاره على ما بعرف على الكاربت او شيء وولعت وبتقوموا بتنقذوا كتير بس انه اذا صارت هاي وامك طلعت وقتلها ساموراي واجت هليكوبتر ما تهتم للسيجاره كتير فايتس ذات سكيل انه شو فيك تركز يا ما انا ما بعرف عم بحس انه لازم حط الانرجي تبعي بقضيه معينه وما لازم اطلع بالبقيه بس ات ذا سيم تايم عشو بدك تنقي مان شو هو الكرايتيريا ليه بدك تنقي انه وين بدك تبلش مع هو عرفت مع بتقتل هدف تبليشي كلها 100% بس انت عم بتطلع كل الوقت لايك كونتنت على اون انستغرام انا هيوج فان بتطلع كونتنت سياسي اكيد بتطلع كونتنت كوميدي بس من الاخر برو اذا ما حدا بيطلع كونتنت سياسي بيضحك ليه بدك ما ارنو يعني الكونتنت السياسي اللي بيضحك الساتير هو اللي بيهمني هلا لانه بتنفس شوي عند هول صح انا معموعة. انا بجرب هلا انا بجرب بالفيديوز حتى اللي بيكونوا سياسيه ما كون انه احكي باللغه الفوكابولري السياسي انه كتير ببين انه فوقي و... انت كنت رايتر بالبي بي سي رايت ايه كتبت لفتره قصيره بالبي بي سي لما كان سلام ماي منتور يعلمني كيف اوكي بي بي سي للناس اللي ما بتعرف لا شيء عن بي بي سي ساتر شو كان على بلش على الجديد على عشان ان كان شيء عن على الجديد رجع نقل بي بي سي على ال بي سي لما نلغى من هون رجعنا لغينا من هون هذا بنلغى كتير بس انه انا بس لفتره لما كنت بهولند كنت عم بدرس فور ماي ماسترز ان فود ساينس اوكي فشي ما خصه يعني بعت له وقتها فيسبوك مسج لسلام زعتري قلت له ليك كتبت هالانترفيو عن بروجريسيف داعش اذا داعش wanted to be an NGO حبة كثير لانه هن منظمه غير حكوميه والله انتم ما نكون حكومه شو بتنظموا ايفنتس الكل اللي بيسمع فيهم ما عندكم انستغرام بيج حتى معقول برافو بغداد فالفكرة انه بعت له مسج قال لي ليك هما بتقطع فبلش يعلمني على فترة كيف اكتب للتي في okay. it was different than stand up اكيد فبلش اتعلم شوي شوي وصار اوقات يمرق لي يمكن كم واحدة وعرفت فهيك okay. كتبت للبي بي سي فترة قصيرة رجعت كتبت لملاقط فكت فترة قصيرة كان على العربي رجعت لكم شو هيك كتبت للحدود the equivalent of the onion يعني بس العربي مثلا للحدود بجننه لانه حتى I don't do it much بس انه هاي كل فترة بتروح لأرتيكل لانه الحدود كتير حبيت كيف اكتشفتهم بال2015 كنت قاعد وشفت أرتيكل قال الداعش لما خسروا الموصل قالوا انه صاروا ملحدين لانه الله ما وفقهم فعم لايك this is great this is perfect بس الحلو انه الحدود كل ما حدا يعمل لها ريشير من نيوز اوتلت حقيقي مثلا كان المركز الاعلامي للقوات اللبنانيه عملوا له ريشير فكروا انه عن جد قلبوا ملحدين مش معقول فانه من وقت قلت اوكي انا بدي اكون معكم ففي كتير في كتير قصص يعني جربت اشتغل معه واشتغلت معه وكتير بحب الرايتنج كوميدي كتير وهلا يعني كمان you're a brilliant stand up comedian
بس هلا ما في ستاند اب. هلا ما في. قديه صار لك سنه؟ لا مرة ما هو عم مري بين كلمه تسكيره وتسكيره. عملت شوز انت اوبن اير اذا ماني غلطان. عملت اوبن اير بفيو جاردنز ماشي الحال، بس انه بدك ده سبيس يعني لما يكون الناس باكت وحط بعض، ولانه الضحكه بتعدي اكيد فهيك بتنشر. اي انسى مش كل واحد ببابل تبعيته. وحتى يعني. انه اذا بتشوفي بنيويورك مثلا عندك كوميديانز بيطلعوا روف توب يعني بيعملوا سيلر، عندك محلات سبيس بابليك سبيس، نحن ما عندنا بابليك سبيس بالبلد عامل هيك شيء. اذا بتعرف ليش شبال كان يعمل كوميدي بالجنينه؟ بجنين هلا عم يعمل كاندي لاند كمان بواشنطن سكوير بكاندي لاند عامل، لانه في مفهوم للمساحه العامه. اكزاكتلي هون هون اذا جنينه الصنايع اذا بروح تجيب صندوق من بربر على جنينه الصنايع بدي اقعد على البنك بعد بتطلع 100 مره لارجع اقعد وبعدين بكون نص شخاخ بس ما عرفت. فهيدي هي بدنا انه ما عندنا شيء. وحتى اذا بتشوف المساحه الخضراء ببيروت انه قد في مساحه خضراء ببيروت كثير قليله ونص على البلكين. اي مثلا هيدي المساحه الخضراء اللي عندهم بوز الريعه ونص للمساحه الخضراء اللي بتشوفها على الطريق هي بس انه خضراء لانه كلاب فانتر هونيك ورجع طلع الخضار ما كان بريميديتيتد يعني كان مدروسه. اتس يورينيشن لايك فيدينج ا سيتي. ف عشان هيك فكتير صعب انه هلا بالكوفيد نعمل، بس كنا عم نعمل ليميتد سيتنج كان في 40% كاباسيتي عم نجرب. بي اوكورد اوكورد از ذا كوميدي كلب اللي بنعمل فيه نحن الكوميديانز بلبنان، هن البلاتفورم اللي عطونا المنصه وي دو ات كاد وعم نجرب يعني كنا انه 100 شخص هو بساعه 300 نعمله 100 عرفت انه تقريبا ذات 30 كان زيت الشيء يعني ولا فرقت كتير انت ككوميديان تفرق بس انه ات سام بوينت يعني اذا عم يحضرك 100 انه بتضل الضحكه حلوه انه بالنهايه انه قاعد انا 3 اشهر بالبيت خلص يو وانت ريليس. واوقات انه حتى جوك اي ميد انه لما رجعنا بتاني لوك داون مش قبل هيدا قبل راس السنة قبل راس السنة رجعنا فتحنا قلت بلشت اقول نكت انه ما خاصه بهيدا اللوج كتبتها من قبل بس ما لحقت اعملها فبلشت اقول قصص ما خاصه باللوج تخيل الدولار يوصل 2000 لول هيك وين ما لحقت انه كتبت كتير قصص ما لحقت اعملها ما عملك ما عمل لحق ما. ايه وكمان انه اونلاين ستاف ما بعرف اذا حتزبط انه كتير بدك تعمل مين ان ميوت وميوت وحدا ما بتطيقه تعمل له بق دق دق يلا باي انه ذس از ات ذس از اونلاين تو تشوز يور باتلز مان. ايه بس هلا لكن وذ كوفيد شو عم تعمل هالايام؟ ليك اي ورك سايد عم نحضر لشوز كنا غير ستاند اب عم نحضر لشو كنا على الجديد يمكن هوبفلي بتعرف شو بتصير اذا ما انفجر الكون لانه يعني ممكن بينفجر قصص هون كثير بالبلد فاذا ما انفجر الكون مفروض عم نحضر لشيء مع الجديد وعم بشتغل مع several artists in creating satire content illustrators comics videographers في عنا several platforms عم نشتغل عليهم. أوكي وعم تعمل كمان الساتير كوميدي أنت يعني بعتقد ما بتخلي حدا بالكوميدي تبعك يعني بتسب القوة بعدين بتسب الكذا بعدين بتسب الحركة. ما هو it's a cycle ليك لأنه مثلاً إنه بتبلش لفترة بيصير بيعمل لك كتير فولو القوات بحبوا شغلك جاب تطرقون واحدة للقوات وبيفلوا بس بيضل شوي منه اللي بيحملوا نكتة ويرجع بيجوا الحزب والحزب بيتحمل بترجع بتعمل نكتة عن الحزب بيرجعوا بيفلوا بحس الحزب بيفلوا اكثر نسبه العالم بتفل اكثر بس ما بيقولوا شيء بقول كثير بحبوا يلعبوا في واحد بس لا كان معطيان المسابقة اخر واحد هلا موصلين للسيك فبيكون عم يعمل الحزب بيفلوا بس اخر شيء بيطلع لك خام ناس لايك بروت كوميدي بيفهموك which is great يعني بس اخر مره عملت شيء عن سعد الحريري انه لازم يكون انفلونسر عنده 290 الف فولوور صح كمان اه هاي جايز واليوم حنشتغل على على انه على التريدميل يطلع يعمل هيك بس الويكند ملك السيلفيز هو كان ملك السيلفيز صح ملك السيلفيز ايه؟ خلص فوت خرزه زرقاء سيلفي بلي اعمل يور اون فلتر هو كيرز بس وقتها اجى واحد من طبعا من شباب التيار المستقبل وانا كمان لانه عني كنت حريري انت كنت محزب ايه انا كنت تيار مستقبل فهو الطريق جديدة all the way لا طلع was لما كان عمري 16 17 بلشت خلص ابعد عن الموضوع بس انه عمي يعني so من عمي. من اي عمر لاي عمر كنت محزب اذا بدك خلص ربيت بجو حريري شوي متحفز يعني ابن عمه لبابا هو مع تيار المستقبل نائب تيار المستقبل اوكي ف you kind of
grow into خلص أكيد. نحن أكيد. معنا حق وياي شو حلو انه معي حق قدي حلو ومضطر اعمل effort لغير رأي السياسي. فكانت هالفترة واكيد لما تنتقد البيئة اللي انت منها هيدي نكزة اكتر. فحدا كتب لي بعرفه بعرف وين بيته يعني عمره 16 بس اصلا يعني كتب لي انه جايينك لانيك وجهك او شيء هيك جايين لك يا نور وبليز بعت لي يور لوكيشن برايفت على الدي ام كرمال يروح يعمل. انا حبعت له برايفت بس حبيت انه قال بس قال لي برايفت لانه ما بدي انه افضح قدام الكاميرا. ايه طبعا طبعا ما بدي تبعت بكومنت سكشن وين عايش. بعت لي يعني احنا من نيك وجهك من في العادي العونيه روى دير ترولز بوتس اكثر وما واجهت معهم انه تهديدات كتير مباشره ومؤذيه بس ما قالوا عازي لانه دير ارجمنتس ما بلاقيهم انه عازي ابدا ما بيعرفوا انه يمكن اكثر جروب ما بيعرفوا بس مثلا حدا مع الحزب بلاحظ انه كتير ناس مع الحزب بيعرفوا يناقشوا اكتر من غيرهم بس كتير الفروق بس هجوميين اكتر يعني بس العدد قصدك ولا بالارجمنت طبعا بالارجمنت طبعا لانه فايتين فيها على الاخر فول سفنج فول ايد على الاخر فبيعرف يرد عليك وخاصه مثلا انه نوع يعني ما بيعرفوا قيمه الكوميدي ايه بس مثلا اذا 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 مثلا حدا من الثوار الاكتيفست او انفلونسرز انفلونسرز الثورة صاروا ذا نيو بريد الله يديم عمرهم كلهم وما يموتوا قريبا ان شاء الله ابدا فهن العالم انه ما قادرين مثلا تفوت معه بديبيت سياسي انا برايي وما تفوت هالفوت الخرا لانه انه انت يعني اذا حدا انفلونسر يقول اوكي انا مع الثورة انا مع ما تقول انت شو ضد لانه حتفوت بمغلايطه منك جاهز لاقول انت مع شو انت مع دوله مدنيه برافو عليك مبروك عليك تصويت ضد الاحساب برافو اوكي بس ما تفوت تقول انا ضد هالشيء وضد هالحدا لانه بدنا نعترف انه في ناس بيعرفوا اكثر منا حتى لو هو مع حزب ضدك حتى لو انه سامي جميل ما بتوافق معه او الكتائب او الحزب بدك تعرف انه الناس عندهم تاريخ وبيعرفوا اكثر منك بس هيدا اللي عم اقوله اه ايه لازم تتواضع شوي ومع انه انت ضروري بس صعب تتواضع لانه خي العالم ما فيها بقى تتحمل هذا الشيء وحيلا واحد بيكون ضدهم بدهم يفش خلون فيه سو انا بتفاهم هذا الشيء وبعتقد اهم نموذج بس شغلي بواجهها كنا عم نحكي فيها قبل انه انا حتى بواجهها لما اكتب شيء سياسي on point بيقولوا الناس نور فور بريزيدنت او مثلا بيقولوا جينو فور بريزيدنت لما يقول جينو شيء قوي انه ضد السلطه او مين بعد فيه ضد بريزيدنت وات ايفر بيقولوا يو غايد بيقول هيك قصص مين توني كنعان انا بقول هيك قصص انه ضد هيدا كل حدا بيكتب انه يو شود بي بريزيدنت انه هالقد ستاندر تبعك خراب الحياه انا اللي بطلب كريسبي 4 مرات بالنهار هيدا عن جد بتشوفني رئيس جمهوريتك ببعبده انه هلا لي لا يعني لما بتشوف يلي موجود هلا يعني لكن الستاندر كثير واطي صراحه الستاندر كثير واطي بس انه ما معقول انه تقول انه انا ضد الفساد برافو عليك كلهم ضد الفساد مان كلهم ما اتس ذا ايزيست سلوجن تو هايجاك صح انه اهين شيء يقول ايه معنا ضد الفساد مع العونيه بيعملوها كلهم بيعملوها انه كانه في مظاهره مع انا مع الفساد يزيد ما حدا معه ما حدا بس كل واحد عم بيكب المسؤوليه على الثاني بس this is where they get caught انه انت بعدك عم تضلك بهالبراند ستيت انا ضد الفساد مكافحه الفساد ايه كثير ايه ومع هيدا الصوت اكزاكتلي شايفك بورن هاب voice over Elsa Jean stop what are you doing stop brother لا بس عن جد هيدي انه ايه كتير هيني اقول لك انا كمان ضد الفساد انه مين بده فساد اكتر ما حدا بيعترف فيها بس انه لما الناس تقول انه اوكي في فرق سياسية انا ما بوافق معها رواق تمام بس انه بدك تعترف انه في قصص حيلبكوك فيه لازم يكون عندك constructive arguments كلمة تقدر توجهون مش انه انت ما فيك تكون rejectionist كل الوقت وبعتد اهم نموذج سوري كنت بدك تقولي لا لا ماشي عم كنت ارجع معني اقول شيء عن يلي قلته قبل ايه بعتد one of the examples اللي نحن شفناه وقت غايد يعني حكي مع علي مرتضى and it was يعني it was difficult to watch لانه بعتد علي مرتضى هو
صحافي صار له 10 سنين أكثر من 10 سنين بالمجال وبيعرف كيف يحكي وكل هول الأرجيومنتس اللي بعتقد كانوا عم يحكوا باللايف. هو كمان بالميدان علي مرتضى شايف علي مرتضى بيعرف كتير إنه كتير عم بحكي بثيرد بيرسون علي مرتضى علي مرتضى بيذهب يذهب علي مرتضى يأتي علي مرتضى يسجل لا بس إنه علي مرتضى كان إنه ماري على حدود رايح على سوريا مغطى شايف مغطى حروب يعني في يعني حتى إنه أنا ما فيك تنافسه أنا قلت له لغاية أصلاً بيرسون قلت له ما يعمله بس الفكرة إنه this doesn't matter what feud it is حيصير هيدا الشيء مليون مرة بعد بس فينا نرجع نقول شو صار لأنه بعد أوكي ما تنسوا إنه في ناس بركي ما تفضلوا سو اللي صار بعتقد كان غايد ونمر كانوا عم بيعملوا سكتش أو كانوا عم بيعملوا لايف على إنستغرام وقالوا قصص بعتقد ضد الشهداء أو كانوا بيتسألوا عليهم صح. شو هني كان بالضبط شو نقال do you remember رشو نعيدة نمر عمل لا بس ما هو ما هيدا اللي ما فهمته بنمر نمر is a friend وساعدني كتير stand up comedian للعمل تعرفه أكيد كل بيعرف نمر لا بس إنه نمر ساعدني كثير بكوميدي ونمر لما أنا أول مرة حكيت نمر ب 2015 لما بلست ستاند اب بعت له أول ست عملته ستاند اب ودغري شاف لما كنا عم بحكي about gay rights about homophobia فدغري قال لي أول شغلة قال لي إياها قال لي نحن كثير different kinds of comedians نمر كثير which is fine هيدا 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 اتجاهك أنت بدك to unite people بدك تقول انه اللبنانيز شو يونايت ذم اي اكسبيرينسز يونايت ذم هاي يور كوميدي انا ما حغير ماي انا بوليتيكال وبدي اشرح لان كلنا بنكره بعض والحقد اللي جوا اللي بفقعنا ضحك اي لايك ذس انا كثير بحب الدمار والهلاك كثير بحب هو يمكن بحب انه يوحد انا ما بحب وحد حدا بحب احكي قبل عن ليه نحن منا موحدين 100% فبفضل ركز على هالشيء different approach different approaches بس هو مع الثورة نمر راح على انه initiative وثورة whatever which is fine رواء كمان عم يجرب يعمل منيح again it's an initiative وعمول اللي بدك بس انا ما بلاقيه انه على ويب سايت حنغير البلد which is fine which is my political opinion بس لما عمل هالشيء انه عم تحكي عن الحزب انه ليه بيروح على سوريا لانه مهيجين كرمال يموتوا ويطلع لهم الفيرجن هو اعتذر 6 دقائق يعني he knows انه اوقات and now in this conversation we can get carried away وقال لك شيء غلط ويمكن يعتذر بعدين وبتصير it doesn't matter وكل شيء بالسوشيال ميديا اصلا 72 ساعة بيختفي هيدا برأيي انه اللي بصير بس انه تضلك عم بتغذيه تفيدت هالكل الوقت ما حيمشي الحال ما حتروح لنيو انجل بنظري فلما اعتذر رجع انه غايد اوت اوف انه هي وونتس تو غايد وونتس تو بده يعمل بريدجينج بده يحكي مع شخص من الطرف الثاني بس انا علي مرتضى ما بعمل معه بريدجينج لا على راسي ثاني هددوا ممكن لانه هيك انقال ما بنعرف اذا هددوا بس هددوا اهله بس يطلع علي يعمل معه انترفيو ما منا تهدي هي بعتقد المفهوم هو انه كان بده يعمل بريدجينج انه على كل نكته ومين بيهددوني اسمع سو اللي جرب يعمله غايد انه كان بده يحكي مع الطرف الثاني هي وونت تو بريدج ذا جاب لانه حسوا انه كانه عم بيتسائلوا عليهم وما كان لهم كلمه لتسيل الحزب صح سو جاب شخص بيعرف يحكي سياسي صار له زمان بالمجال ويعني انا ما بعرف يعني I know غايد very well وبيعقد الزلمه وساعدني بكذا شغله in what he does great مش معقول هلا فت بالسياسه وبعتقد كلنا انفعلنا وفتنا بهذا الشيء انا يعني مفهوم السياسه ثورة غيرت والعالم اللي كانت ما كانت تسترجع تحكي بس كانت تفكر انه شو الي انا قيمه اذا بدي فوت بالسياسه صارت فجاه بدها تنفعل which is great لانه كان عندك جيل مثل ما هو كان معزول وهلا صار عم يفعل وهيدي الشغله اللي انا ما مثلا هذا الشيء منه غلط باي ذا ابدا ما هو الفكره انا بدي الكل يكون بوليتيكلي انجيج ما هيدا اللي بيفتح مجال لتغير مش حتى لتغير لتعمل نقاش مع الغير 100% اذا ما بدك تكون انعزالي بس الفكره انه كمان هيدا ارجيومنت ما بحبه انه حتى اللي بيقولوا له غايد او لحيالله حدا ما حبه شيء سياسيا ما بيقولوا لك خليك بالكوميدي لا. انا ما بحب هالجمله ساعتها فيك تقول لمين ما كان انت مهندس خليك بالكوميدي خليك بالمهندسه انه انت لايك خليك بهالاطار ومنك في ديمنشنال بينج خليك تضلك عم تضحك العالم بس الفكره انه الكل حدا اللي بقول له خليك بالكوميدي او خليك بالهيدا ما انت كمان كل وقت على فيسبوك تويتر انستغرام عم تقول رايك بالسياسه او حتى بس شيرينج اميم
انه هي بوليتيكلي صح. فما فيك مين انت لتقول انه لا هيدا ما ماكسيموم يو ان فولو ما عجبك ما ما تحضره خيي يو هاف ذا اوبشن دونت بي اكسبوزد اكزاكتلي خلصت. يعني الكل له حق يحكي سياسه بس في ناس ما لازم نحن بنقول ما لازم تحكي لانه ما بيعرف ما حي لا بس بدك تعرف مين عم بتنافس نو ذا انمي مثل ما بيقولوا كرمال تعرف شو هن الارجيومنتس اللي انت فيك تعطيهم. انفورشنتلي كانت ما كانت كتير بالانسد وبعتقد قد كان في 7600 واحد بيحضر ساعه ايه لايف مثل ما هي ايه بس ذاتس روتيشن سو بتتخيل حضروش 30 40 الف شخص لانه ايه لانه بعدين عملوا بوستنج ونشر. الفكره انه انا برايي هيدا البريدجينج ما بصير بانستغرام لايف مستحيل. ريفولوشن ويل نوت بي لايف انستغرام فانه حتى حدا انه ديبندز مع مين ما هيك مش كل العالم انه بنفس اللاير قدامهم خرطين باحزابهم صح. مش كل مع الحزب انه كثير مع الحزب او مش مع سياسه الحزب لتسي سياسه الحزب التيار مستقبل عوات مش كلهم فايتين فيها للعظم. يمكن في ناس تحكي معهم فيها ويمكن وهيدي هي انه مثلا الناس عم تحس انه لانه الحزب يمكن متورط ب ب بقتل ناس قتل لقمان سليم قتل ناشطين لانه مورط ب في كتير ادله عليه انه خصه بالنظام السوري بالمرفق ايه انه بس كمان جمهور الحزب ما في يطلع من بيئه الحزب هي صعبه كثير صعبه هي صعبه لانه عنده تروما من قبل فايه فانت عم هيدي تشيب شوت انه انت تقول انه ما هن مهياجين وما قادر لانه لا اكيد لا. فانا ذاتس وات اي دونت لايك لانه انت ما ابدا ما عم تستقطب ناس لما تو بوت ذم ان مونوليث انت صفه يعني مثل كل الشيء مثلا مع الحزب وكل السنه مع مثل ما اتس ليزي وهيدا يمكن ذا بست ويكنس تبع علي مرتضى لما قال له 99.9% مع الحزب والحركه شو عم تحكي مان شو عم تحكي بس هيدي الايمج اللي بدهم اياها وبعدين بدهم اياك تو اتاكت عندهم يقولوا شو كلنا هيك لا المشي انه ما كان في ردة فعل يعني بس anyways في كثير مشاكل بس المتوقع انه ما كان حيصير شيء هيدا قصدي ليك هلا بعتقد هذا الشيء اللي صار مع الانستغرام لايف انه هي كانت بعتقد كان سايكولوجيكال وور بين يعني طرفين طرف الثوري وطرف الحزب اللي هو بس طرف الثوره اللي عم تلاحظوا واحد بالكومنتس كانوا حرفيا لايف عم دير ليرنينج اباوت سوريا وور لانه ما كان معهم خبر شو عم بصير عن قصير وهيك صار ومضايا صح. ما كان معهم خبر وهيدا اللي بيزعجني ما حدا حيعترف انا ما بيعرفوا كيف يواجهوا الارجمنتس اذا ما بيعرفوا شو هن الارجمنتس من الاول وكمان if you're a comedian you can't joke about what you don't understand هيدي مشكله you have to understand كل شيء about the context of it لتطرق نكته قويه عنه صح بالنهايه بعتقد اللي صار لازم يعني لازم نحن كيف لازم نشوف هذا الشيء انه it has to be a look inward انه اوكي جايز انتروسبكتيف طب هذا الشيء صار طب اوكي في عالم مثل لونا صفوان مثلا صار لفتره عم بتواجه الحزب عم تتعرض كل يوم لتهديدات في عالم كمان اكيد اكثر من في بين نديم قتيش and what have you كل يوم عم بيتعرضوا على هذا الشيء ما بحياتهم حتى اذا تنمروا او اذا صار عندهم تهديدات they don't bow down أو ما بيطلعوا لايف أو ما بيفتحوا ساحة نقاش مع هؤلاء الأشخاص لأن بيعتبرون العدو نحنا لازم نشوف أوكي شو هن السترينكس تبعونا مين هن الأشخاص لازم نحطهم بالفرونت لاين كرمال يقدروا يواجهوا الأشخاص إذا ما نواجههم ما هي ما مواجهة أشخاص هي ما إنه مش ايديولوجيز ايديولوجيز ما هيك بس عندك الفرونت لاين أخي بس بدك تواجههم مجتمعيا Okay. كأفراد ما فيك تواجه انه مثلا اوكي اتس لايك راسلمانيا ساعتها انا عرفت انه الليله غايد ضد علي مرتضى بال 200 كيلو على الجانب اليمين ما حتصير هيك عرفت ما حنوصل لمحل اتس اول اباوت توحد العالم بمأساتهم اكثر من انه على شو ايديولوجيا بدي غيرك ما حدا يعني مثلا لما يصير مظاهره ما حدا انه حينزل على المدينه الرياضيه حينزل الناس مع طير المستقبل هذا الواقع ايه بس انت توقعت حدا لا انا بدي بس مستقل عن طيار المستقبل ينزل يحرق دولاب ما حتصير ما في لازم الثوار والثورة انه نعتبر انه نحن يمكن ماينوريتي انه لانه حتى اخر الالكشن هيك كان الوضع لك اخر الالكشن ما بعتقد كان الماينوريتي باخر الالكشن كانت العالم اباثيتك يعني ما كان في اهمال ما كان بدهم يصوتوا كان 35% نسبة الاقتراع بعتقد اوكي اذا كانت نسبة الاقتراع 35% انت عم يور ارجيومنت عم بتساهم انه 65% كانوا مهتمين لهيدا بس ايباثيتك لا انا بعتبر انه 65% اللي عارفين رح يربحوا مثلا انا بشحيم بشوف
بيعرف بيعرف انه ابن عمه لبي حيربح تفضيله صوت تفضيله لانه ما في شيء مقابله فيها في في مقابله بس بعدهم جداد كتير وكمان الحوار الخطاب خطاب فوقي كتير كوندسندنج كتير انه نحن جايين نوعيكم ايوه نربيكم هيدا ما حيمشي الحال تعالوا تعالوا خليني هيتي لك الحقني خليني let me show you the light كتير وهيدا الخطاب عم يتغير مع الوقت thankfully بس not دايما not at the pace we want بس مثلا ب 2015 طلعت ريحتكم انت غنمه ليه بتقبض 100 دولار انه كانه لانه رايح هال 100 دولار لياخذ جزيرته بالهونولولو ما معه الزلمه انه يو كانت تيل بيبل انت غنمه وخلقت غنمه وحضلك ما انا خلقان ببيئه يعني تيار المستقبل للموت في اولاد عمي كانوا يحبوا خلقان مكلبج مان حبوا احمد الاسير انه عم تتخيل لاي درجه انه ايه فانه مش انه هن ما كانوا قدروا لانه انت انلايتند اكتر ما كان كان ب 2015 يقولون على الساعه 8 اوكي خلصنا اعتصام فينا نروح على البيت مين شو يعني؟ صورتي هي شو مين معدر بك لنطلع بالبول من شو عم تحكي مان فهيدي عم يتغير هال 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 هالبيهيفير بس انه ب 2018 ما كان كافي يعني شو قصدك يعني, يعني مثلا بدائره الجنوب 172,554 صوت راح للثنائي و1800 صوت راح للمجتمع المدني شو يعني يعني ما ما لما تطلع تحكي بعدالة اجتماعية وهيدا مثلا بدأ يكون خطابك ضابط للمنطقة اللي عم بصير نحن كتير عنا منا مع الانفلونسز والأويرنس كامبينز عنا كتير شيء منشوفه بأمريكا ضبط ومنجي منطبقه هون باراشوت بوليتكس ما منغير شيء فيه كيف بدها تزبط هاي حتى بالبوليتيكال كوركتنس اند ايفريثينج ما ظابطه ما انه اذا رمي عقل مثلا تعمل فيديو لابس خسه فوق راسه بتقول للعالم انت خستك انه 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 مين غير رايه بحياته سياسيا انه ما حق كثير عم باكل خس برو ماي فايبرز كثير عاليين لازم خفف بس هيك كمان فيك انت فيك توصل رساله باساليب مبطنه كمان ان ان ارتستيك واي اكيد اكيد اذا بتوصل رساله لاشخاص بس انا كمان الشغله اللي بنرجع لها انه مين بحط علي عاتق انه انت عم تغير وهيدا انه ما اطرق نكته عن سعد الحريري او الحزب او نزل شيء اللي بيقول لي انه يو شود بي بريزنت بقول له انفخه عن جد سوري برو بقول لك انفخه بس انه لانه I'm here to fuck around I'm a stand up comedian I'm just here to fuck around يمكن my joke might يتشجعك to have a conversation مع ابن عمك اللي صار لك سنتين ما بتحكوا السياسة برافو هيدا انتصار بالنسبة لك انا بالنسبة لك لا بس كمان بالستاند اب كوميدي خي يعني تزرع فكرة الداوت العالم ببلش تفكر انه اوكي عم بتشك بحال عم بتشك بيصير في ازمه وجوديه الى حد ما بيقول اوكي خليني اعمل نقاش مع عمي او خالتي انا ما انه ما تكون مخنزر على رايك بس ما تلقمها لشخص انه انت لازم تعمل هيك سبيشلي مش بفوقيه بالضبط وهيدي المشكله هلا الخطاب كله فوق نحن حنحرركم امتى لحتوعه ليه ما نزلت هلا ليه ما عم ننزل هلا ليه نزلنا هلا ليه مسيسه بلكي مسيسه ليه ما بدي انا تضربني انه في كتير قصص and it's a learning experience انه من 2015 ل 2019 عم نتعلم قصص يعني بالثورة بس مثلا بعدنا في سيستم عم تحاربه يعني مهذبك بطريقة غير المثبت conditioning مثلا ليه 9 اشهر اخذت لبمظاهرة جيبت جات باك واتر لخفف المي تبع مسيل الدموع ليه اخذت لك 9 اشهر لحدا يجيب هالشنطة لأن العالم كانت مدهوشة بشو عم بيصير برد فعل النظام السياسي بس انه كنا عم نروح بفترة انه القوى الامنية اخواتنا وما لازم بالنهاية لا خش موت يا حيوان يا كلب يا فاسد بس مثلا انه كمان البنك ما فيك تضرب حدا موظف بنك او تعيط عليه ما هو مين انت تقول هذا الشيء لا وما خصه بس انه او ليه ما بتصعدوا الثورة ليه ما فيها دم بده دم هيدا احنا شغلي خي روح انت روح كسر حالك ويمكن يكون في دم بس انه ما يكون انه اذا ما مشي حال الدم والله صدام لازم يدعسنا بالسرماية برو انه شو هالارض من طبعك انت كمان ما هو مثلا اللي بيحكوا عن البنوك انه شفنا مناظر على البنوك مخيفه يعني انه انا رحت على بنك اوكي مع بي كان عم ناخذ مصاري بالوقت كانوا يعطوا دولار
لا سوري ما لازم اقول امتى عم نصور. الوضع منهار. هيدا هيدا الفيديو مصور بعد ما انهار كل شيء. تيون ان ديسكليمر. فكنا رايحين وقتها ما عم يعطوا دولار، عم عطوا ال 100 دولار لبي دولار دولار لا دولار انه حسيت انه بارا با 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 انه بدك تعمل مش معقول زل ما ايه فانه فلما انت بدك تقرر او بدك تقرر تروح على هيدا انه لا هيدا موظف كيف ما كرييت ما خصو ما that's how they use the tool انه I create a human form ما في بجربوا يدجنوك يعني to domesticate ايه بالضبط لانه مثلا ما فيك تقول ساعتها انه هيدا موظف بنك او لما يجيبوا اولادهم انه عم تعيد على ولد مدري شو في حسان دياب او سعد الحريري يجيب ابنه رضيع يطلعوا هيدا يقرا البيان هو يقرا يقول هاي كيف كان مثل ابنه اللي جبران باسيل بكره حنقتلكم كلكم and then people are like حنقتلنا بيقولوا له استاذ ما فيك تعيد على ولد خلص انه ساعتها you can use this no انه بليز انه لازم نشوف التكتيكات لازم نشوف التكتيكات اللي هين كتير نتخطاها بس انه شوية انه يي سبينا فخلاص عن جد انه انت ما بدك اياها كلين ثورة ايه ما تسب اوعك تسب مش معقول مان يعني هيدي الشغلة مش لقطونا او جربوا يلقطونا فيه وجربوا يدجنونا لانه تجربة جديدة عارفين كيف يلقطوك هن هون وصلن 40 سنة بالحكم كتير شاطر بهالقصص ايه ما بالسياسة سو ما في يعني ما بعدك عم تتعلم ولازم نحن نعترف انه في قصص بعدنا عم نتعلم فيها وبعدين صعبه وصعبه تعترف انه بعدك عم تتعلم لما كل كومنت سكشن بيقول لك يو شود بي بريزيدنت وعندك 300 الف فولوور اكزاكتلي كمان اكزاكتلي ما فيك فصعبه فلازم نعترف انه شو بنعرف شو ما بنعرف لازم على الارض لانه It's all about شو حيصير على الأرض يعني بس المشكلة إنه التفرقة الطائفية كتير أسكية فيهم أسكية يعني مثلا قديه ذكي النظام الطائفي اللي هون انه ليخلي العامل اللي بكسروان او العمال اللي ببيروت يحسوا انه لا احنا عم يمرقوا بشيء مختلف ما عم يمرقوا بالمأساة كلكم عم تقروا بنفس المأساة بس انتم مفكرين انه لانه من غير طائفة في مين يسرق او مين يمرق له اياها هيدا ذا سترينث هيدا الذكاء تبع هيدا النظام الطائفي ذا ايفل فانا بكره مثلا لما حدا يقول وقايله اياها مثلا لجينو قايله مثلا انه كتير بكره لما تقول انه هول اغبياء ومساطيل هول اسكى ناس بالعالم حاكمين 40 سنه اخترعوا سيستم انجينيرد ان ويب لايك فاشن كرمال ما في كرمال ما تطلع منه انه بس يعني حتى اذا شفت الثوره ما فيك تطلع منه انا بعتبره بطل انه تخلق 40 سنه سيستم تعرف عدوك يعني ما فيك تستخف فيه يعني ما فيك تقول انه اهبل انه يمكن سعد الحريري بحط البالت بوكس بالمحل الغلط يمكن تطرق له سكاندل مع 16 مليون دولار مع بنت انه اوكي برو معقول هالقصة مان ايه وبعدين بس اكزاكتلي بعدين بيرجع بيجيبوا البنك الدولي بيعطوه مصاري معنو انا سؤالي للبنك الدولي اذا بيشوفوا سعد الحريري بحس اول سؤال حيسألوه مستر حريري did you at least use a condom بحسوا حالهم لا زي ما هو بحس هو تسيدة عارفة انه خلص اصلا البنك الدولي مع الفاكسين هيدي الحلقة تصورت بعد الفاكسين البنك الدولي بعد الفاكسين انه عارف انه السياسيين اللي حياخدوا الفاكسين اكيد اجوا على دبي البنك الدولي بحب هالقصص لانه شو بيخلق لك انه شفتوا نحن عم نعطيكم مصاري بس انتوا الشعب اللي ما منيع من وراكم انتوا انتخبتوهم اكزاكتلي فقد ايه بدك فكرمال هيك بكره البنك الدولي لانه بده يجيب لك هالقلت انه انت عايز مصرياتنا وانتوا هيك عايزيننا وهيدا انه حتى جيل بي انه اوكي انتخب الحريري واوكي رواق انه قد ايه How far is that guilt? كم جينيريشن هالجيلت؟ ما انه كمان انه قد ايه بقول له لبي انه بس المشكله انتوا الجيل اللي صوتوا لهم بس كمان انه ما في ما هيدا هيدا شطاره السيستم ما فيك تنتقدهم هون بتشوف شطاره السيستم انه لانه لما يوصل للسيستم للنظام القضائي بيستلمه بيشتري وبكمل ف اتس ما في إكويفالنسي أو تهدده وبتخليه يروح على دائرة تانية وما بتجي تسمع فيه إنه السنيورة يعني ما إنه إذا سارق 11 مليار هو سارق أنا بحس إنه شو ما كانت الخبرية I don't care شو الخبرية وشو الأرقام بس إنه إذا بدك تستدعي
قالوا انه ما لقيناه بالبيت، تعذر تبليغه انه شو دقيت على الانترفون مرات يعني دقيت ثلاث دقات تليفون، قالوا شو حاطط عم صلي برجع بعد شوي، شو كان حاطط يعني بيان شو حاطط، نحن في المحل المجاور انه شو حاطط لما لقيت السنيور، which is why انه خلص stop trusting the justice system، انه ليه انه ليه عم تحط ليه عم تحط ثقتك بسيستم هني شارينه مع انه في اوضاع كثير نزيهين للتفجير للانفجار كله، انه ليه بده يحاسب حاله؟ بس هذا اكيد نحن حنعين واحد قاضي، واللي صار انه بس بلش يدق بالحصانات تبعول الوزراء شلوه هيك وقالوه علنا انه شلوه لانه عنده حصانات الزلمه بالضبط. طب شو بتعمل ساعتها؟ بتكسر السيستم كله، بتكسر اكزاكتلي، بتقتنع انه الحل مجتمعي مثلا صح. انا ما بامن بالانتخابات صراحه، ما بامن انه حتغير وما حيكون في دراستك تشينج، يمكن يكون في تشينج بالنيابه يجيبوا كم حدا من المجتمع المدني المستقلين، بس حيصيروا من نوع الناس لخمس سنين عشر سنين لقدام ما قدرنا نغير بالهيدا بالقرار لانه كنا overwhelmed by عدد القرار، جربنا بس ما خلونا مثل التكنوكرات، حيصيروا جربنا ما خلونا، والتكنوكرات بدعه تانية عاملينها عالتوك باط. بس هذا التغيير انه نقدر نجيب قاضي نزيه اتليست نقدر ننتصر بحياة لشغلي I think is a win man، واحد اللي انا عم تغير status quo الى حد ما يعني. هلا ليك في عالم بفكر انه بيقتلوه بيشتروه كتير، بيقتلوه بيشتروه بيهددوه بيطيروه، لا بس ما هيدا انه انه بس لما انت تقولي انه لازم يكون في حل بالقضاء النزيه، وانا قلي يعني انت عم تحط expectation بانه لازم نشتغل لقضاء نزيه، ما هيك عم تحطي هالاكسبكتيشن and then it won't happen، وبعدين حد دبرسي وحتبطل بدك تتزاحم بس عم دبرسين سو وحدة زيادة، بس عم نحكي بعد في كتير سايكلز تابعونا بعد في كتير سايكلز من هول، فمثلا بعد الانفجار في كتير ناس قالت انه خلص ما معقول حدا يكون محذب ونص، لانه في كبع غيره يبين بطل اكتر، لا وكم يصير في تطرف ايه، وفي بين انه بالتطرف فينا تعو نحن اللي معنا حق، وهن بتزيد هيدي الفقاعة اللي عم يعملوها، فانه ما نحط اكسبكتيشن انه والله حجيب العدالة أنا من هون، فلما ما تحط expectation أنه بالقضاء النزيه بتقول أوكي شو عندي غير حلول، ما بتقول أنه شت مبعصب إيه، ما هذا هو شو الحل؟ لازم مجتمعيا مثلا اللي بيأمنوا بالانتخابات أوكي، إذا حدا بده يتصوت ويأمن بالانتخابات لادة حطوا آخر انتخابات بـ 2018 أنه record breaking مخالفات، طيب عم اجيب 10 زعران، انت بحب كلمة زعران، كونوا كلكم زعران، كلنا زعران، كلنا نتزعران، نجيب نحنا 10 اذا حدا بيفوت مندوب من حزب نكسره كرمال ما يسرقوا سنيدي الاقتراع بالقلم ما فيك انه ما يزوروا الميستيت ما فيك تكون على البالت بوكس تقول يا الله ما اخذوه ما عرفنا ادعوسوا دعاس بنيعوا خلصت ما عندك غير حل اي لا بدك انت تاخذ الحق بايدك، وهيدي هي اللي سياسه التهذيب انه ما قالهم عين العالم يعملوها لانه ما معودين عليه، بس بدنا نوصل لهالمراحل لانه السياسي لانه ما بينا هن السياسيين ما قالهم عين صار يقول لهم عين وبيعملوا اللي بدهم اياه، بس رجعنا على الثوره لازم يكون عندها في دم اذا بدك تلعب لعبتهم، مش ضروري في دم، مش ضروري في دم، بس بدك تلعب لعبتهم، مش انه رومانتسايزنج، يمكن يكون في ما اكتر ما اصلا في دم إيه؟ في ناس انتحرت من وراء الاوضاع المعيشية، في ناس تقوصت بطرابلس لانه بيقوصوا بطرابلس شباب لانه عليها وصمة وعادي ما فرق معهم الجيش، انه حتى ديف شابيل هذا بيت about this in police brutality كان بالناينتيز وبالتوثاوزن لما كان في الكراك بانداميك ابيداميك تبع for in the black communities in crack كانوا البوليس يرش كراك عليهم بعد ما يقوصهم و it would never stand in court الخبرية، هون عنا بطرابلس هيك بيقولوا لك قوصناه بس كان معه كيس حشيش او كان ارهابي او كان ارهابي ما هيك عم يصير هلا القضاء اللي مرة اتهمت الارهاب واللي حط الوصمة ليه؟ لانه ناس قالوا ما لازم ندمر بلدية طرابلس، ساعدت بالبروباغندا والناراتيف انه معقول في عالم هيك قال انه لا ما لازم اربع البنايات ليه البناية كان العازم الاول، بس مين هو المستقلين مع الثورة ايه؟ من هو this is where you get backstabbed by people they should وتي في شانلز لعبوا لعبتهم اكيد ميديا always بس انا عتبة مش على الميديا شانل اللي شغلتها هيك مثل جويس عقيقة وهون قرطة عتبة على اللي بيقول انه ثورة وما بيتصرف ثور بس ما تسب ايه بس ما تسب بس ما تكسب بس ليه حبيبي ليه من خسرت انت لك حق
تعبر عن غضبك بحيال الطريقة. يعني فيك تكسر المحل بس ما فيك تروح تسرقه مثلا. كسر المحل يمكن حتشوف سرقة ما كان كده حتشوف سرقة من. بس هي it's all about مثلا لما كان لما نرجع لهيدا لأنه الجيش مثلا اللي بيقوص كتير شباب بطرابلس وبي منهم تهمة إرهاب فجرين لايت لقوصه فاللي يقوص كتير شباب بطرابلس بقول لهم لقينا معه حشيش انه مين كان بالمظاهر عم يقول لك انا عم كب مولوتوف بس انه هلا رايح دخن مع الشباب هيدي الحجره طبيعي ما حدا بيقول هيك وانه بعد شوي حلوله وكان كمان يحط باينابل على البيتزا وما بيرد على رفقاته برو اكيد حنقتله هدول كله بيساعد النراتيف انه اتس اوكي تو كل ده عم يدجنونا لانه نحن مش معودين كشعب محقول ننزل لمستويهم لانه ات سام بوينت كمان لازم نجرب نلعب لعبتهم حتى اذا نلعب لعبتهم رح ناكل خرا لانه صار لهم 40 اكثر من 40 سنه عم بيلعبوا هذه اللعبه بس حلو تترول انا بحب هالشيء مثلا ننزل كلنا مجموعه نكب مولوتوف على بنايه مثلا كسرها اقول جبنا الثوار نقول ما شفت حدا نكون كلنا نتفق 200 شخص ما كنت هونيك دغري ينطوا على التيفيات انا لا ما في شيء ما شو ما انا كنت عم مشي كلبي ما عم يحترق بس هذا عم يشوي شيء بس اكسيدنت شوي انه شو بك تو ترول ذم لازم نكون اوسخ منهم انه ترولينج بس لما بتصير اوسخ منهم كمان نور يعني عم بتوطي مستواك احنا في نقائص ما بعرف يعني عم جرب هلا اذا بتستفزهم بهيك زكا يعني تشو ذم ان بتلعب لعبتهم ايه بس ما تكون ذكي ايه بدك تكون ذكي وبس بيكون عندك قادر حدا يسمع لك لتكون عم تنظم مجتمعيا لا وكمان عم بتسلط الضوء انه اللي عم بيصير ابسورد ايه اكيد انا بشيل مثلا انه كنت بدي اعمل مظاهره اصدقاء كيم جونغ اون في لبنان وروح في اكاونت على تويتر باي ذا واي بعقد هالاكاونت فكان بدي روح مع مجموعه ناس أو نحتل مركز الطاقة النووية ونقول ليه نحن معنا برنامج نووي لنساعد كيم جونغ أون يحتل أمريكا هيدا هي it's trolling sorry بوستيهم كات فلا أنا بس الفكرة أنه I want that to happen بس لأ مش لشي لفرجيك أنه فيك تعمل شيء على الأرض أنا يمكن بالنسبة إلي شخصيا this is me نور بس لحالي أنا عم أقول في يوم واحد بالثورة كان بجنن العفو العام الصبح إيه؟ لما حطينا خيام الصبح عفو عام نوقف العفو العام من كل الميلات من داونتاون في تنسيق تمام وقفناها لأنه فيزيكلي وجودك بجسدك وقف هالشي وهيدا بيعطي معنى لوجودك كفرد مش كمجموعة وجودك كفرد أنا قادر تتساهم بهذا الشيء حرفيا لأنه ما قطع وما قادر يوصل على هيدا ما قادر يصوت أنت عملت شيء أو جلست للثقة اللي كمان ما مشي إيه لأنه جربناها بعدين مرة تانية ما كانت بأز انتنس بس أنه لا بس بجلست بس نور كمان بجلست للثقة جربنا نعمل هيدا الشيء نزلوا الفهود نزلوا الجيش نزلوا الدرك ونزلوا الحزب كمان ما at some point كان عم يفوت ما قدرنا شو ايه بس انه يا الله عم يلعبوها not fair انه ما في مستوى ايه لا ما في مستوى بس كمان في قصة يعني في قوة عندهم اياها كنا يعني ما فينا ننافسها بس ما نقوي حالنا كمان learning experience طبعا المرة الجاي بتروح بطلبته قبل ما يجي يلبطك طبعا خلص هلا كنا كمان عم نحكي عن كيف نحن عم ناخد الحق بايدنا في كتير accounts هالايام عم بياخذوا الحق بايدهم منهم بعتقد نوفل كورونا وبيرفز اوف لبنان وستف هلا هذا الشيء بعتقد انا بتفهمه لانه هي رده فعل على اللاك اللي نحن عم نشوفه بالمؤسسه شربت ماي جود اور باد انت شو بتحط جود ولا باد انا دائما بحط اذا شيء سيء دائما بحط جود شو بس كرمال العالم بتعرف في نوفل كورونا عاده بيحط ستوريز على انستغرام العالم عم تسهر وعم تنبسط وبتكون هي كلها سوا واكيد العالم بتفكر انه اذا شخص واحد عنده كورونا كل العالم فيها طلعت هذا الشيء وهذا الشيء ما لازم يصير لانه كلنا لازم نكون بحجر صحي ولازم نحترم القانون صح فهو بيحط او هي بتحط بول ما بيحترم القانون اكيد ايه بحط الاونر تبع الاكونت جود اور باد ونحن كشعب لازم نكون الجادج لازم نقول جود ولا باد لانه ما بعرف وات ايلس از بس هيدي ظاهره كمان انه مثلا بوليتيكال بان كمان بيعمل هيك انه مثلا في ولد عم يحترق بالطريق جود اور باد برو انه جود شو بتحط جود انا دائما بحط جود لانه
and they texted me كذا مرة انه البرو ليه حطيت بالغلط جود. لا لا بقول له حطيت جود لانه ما عندك سلطة علي. بدي بس فرجي انه the trolling power انه ايه جود حر شو بعد شو فرقت شو فرقت exactly. ما مثلا نوفل كورونا بيعرف انه مثلا انت بعد ما عملت حملة على الجاذرينجز بالبيوت وعلى ستوريز لقيت فرقت لقيت غير البيهيفير صار مثلا ماكسيموم ما يحط ستوري ويصهر بلا ما تعرف ايه تو از بولينج لانه هلا بانه بيقول انه لا بس كمان لازم تسلط الضوء على هيك شيء يعني بس, ايه بس, بس 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 المشكله انا برايي من ما عم اتس نوت بروبورشنال ات شود بي ذا بليم ذا بليم شود بي على الدوله كثير اتس نوت لانه مثلا عندك انه ليه اللبناني ما عم يلبس ماسك كتير لانه صار له 40 سنه ما عم يحترم القانون وما عنده بحر اصلا يروح عليه وبتكبه اصلا بتاخده ريزورتس بالبحر بتكبه زباله بالبحر العام للناس تروح على البحر ما الخاص ما عنده محل يتنفس فانه بتعرف شو عم تعمل بيئيا فما ربيت ما عملت ولا سياسي اويرنس كامبين ولا شيء ببليك هيلث ل 40 سنه وليه بده يلبس ماسك مش بس ما اعطيتهم اكزامبل يعني لما الشعب يعرف انه السياسيين كلهم والنظام كله عم بيعمل قصص ما مفروض يعملهم ليه هو بده وحتى ريبورتينج ذس از انه مزبوط السياسيين كمان عم يخروها قد الشعب it's not even proportional ما you have the control مثل ما قلنا 40 سنة طلعت لفوق وخلقت سيستم ما فيك تكسره هو اللي عنده الكنترول وكمان بيقول انه الشعب اللبناني ما بيلحق لانه انا بعرف مان اللبناني لما بيسافر لبرا بيلحق القانون على السكة ونحن منقول خي انه المشاكل اللي بتصير بس it's a shock mechanism لانه شت ما فينا عمل شيء هلا ما فينا وانا مش مواطن درجة تانية بس انا مني ببلدي خلي سنتين تلاتة بالبلد برجع بعدين ما لا بس لانه القانون حيضله يتطبق بس انه the relationship برا مع الgovernment is different ما بيقول شو وقفت علي خي ايه بس كمان انه بالنهاية انه انت هون حكومتك يعني عم تدعسك بشكل مخيف فانه اكيد بدي جرب عم تدعسك بقى عم جرب اوكي بتتحربها وبتشوف شو فيك تعمل بدك تتحربها اكيد بدك تتحربها وكمان خي المجلس اللي عم تتاخد الاجراءات اللي عم تتاخد في قصص منا كونسيستنت فاضحك انه اول سكر حط يعني شو كمبيوتر هو الدور والطفي اول شهرين ايه سوري اول شهرين صحة وهنا احلى من انه هيدي المي اللي ما عليها براند ما حدا يرفع عليك دعوه باي ذا واي نحن مش منا سبونسرد من براندز هيدي بيبل باورد موفمنت بيبل يعني انا وميديا بس عم ولا سفرات يعني ما في سفاره عم باكل بيتزا هات منيح لا على فكره جايز بده يجي يطلع على سردي بعدين ما في دينر انا السردة بس طب خلي سرود معنا شوي لا بس انه كم باك هلا هلا بطبخ لك ما انا قلت بلاقي باكت كريسبي بس disappointments لا بس كنا عم نحكي ايه مثلا اول شهرين بالمطار انه شو كان بيقول يعني كان يقول له مثلا معك كورونا لا حلوف والله كينج ايزو سيرتيفايد انه ما هيدي هي انه شو عم بيحضروا حاله فاكيد هو اساس المشكل اللي ما سكر المطار لما كان لازم صح عرفت لانه يلي سكروا بس فتحوا لغير ناس لا غير ناس ايه لا ايه لا ايطاليان منوقف ايرانيه ما منوقف لا هي هي بتعرفوا هلا ليكي ما في الفرق انه ايطاليان هون ما عنا حزب طلياني بقول لك تخيل اذا كان عندنا حزب طليان شو بيصير فيه بالنسوان والبنات لو ما الحزب الطلياني كان اختك بعد عم تاكل بيتزا بدل منوشة زعتر هل ايه تبع الحزب ف it's different عندنا dynamics different ف we have to adapt differently بس دائما المشكله انه بالوزراء حتى هن بين بعض بانيك مود يعني مثلا حمد حسن قرط مرضى فات على المستشفى عم بيصلح شو عم تعمل برا ايه كي سو كان في كي سو اخذوا صورة ستفة ايه سو اخبر شو صار بالزبط شو راح فضيع الصورة ايه فضيع لانه it's عن جد يعني شيء سوفياتي عشوائي انه كان هيك يعني يعملوا انه اخذوا صورة لحمد حسن انه عرفت كتير هيك او هتلر عرفت كتير انه ليك عم بوس البيبي شو شو عمل حتى وزير حتى نائب بالحزب جابا قال له روحوا مون لهول كلهم شو عم يعمل حمد حسن يعني عم بيضيعوا بين انه بده يحافظوا على الايمج بين انه بيرفورمنس بانيك توتال
بانيك توتال. سو على هذا الاساس ما زال العالم عم تاخذ الحق بايدها. انت وعم بيحطوا ستوريز جود اور باد وات ايفر، اذا شخص بيقرر انه يسهر كمان بلا ما يحط ستوري اوكي فاين. في شيء اسمه كانسل كلتشر بلبنان؟ ايه في، بس انه it's different than US وهيك. ويمكن يعني باليو اس لما بيعملوا كانسل كلتشر بيعملوا حمله، اذا بيجيبوه مثلا بتمصار بكيفن هارت جيبوا تويتس قدام وما خلوا من وراء هول التويتس ما قدر يعمل إيه اوسكار مثلا. مثلا مع كيفن هارت لما انه قال هوموفوبيك ستاف قبل قالوا من زمان وهي تشينج هيز مايند، اتس نوت فير. اتس اوكي جبت له، اتس نوت فير تجيب له تويتس من زمان. عرفت هيدي اكيد هيدي سخيفه كثير، انه ساعتها فيك تستعمل يعني للاديان كل شيء، انه هلا انه حيلا شيء بالاديان ما بتفكروا انه كانسل كلتشر، انه هي كثير هيترونورماتيف الدين. فانه في كثير قصص هيك، بس انه هيز رياكشن مثلا هيز ريسبونسبل فور هيز رياكشن. قال انه اي دونت وان ابولوجايز، بلا برو انت بتفكر غير قصص، ابولوجايز خلصت. انا فكره انه انا بالكوميدي انه بلاقي شيء انه انا المشكله انه اللي بيقرب بياخد مايك بقوله انا ما بغلط بقى لاني واقف ورا مايك. اي دونت لايك ذس. يمكن جو روغن بيل بير بلشوا هالموفمنت، انا دونت لايك ذس برو. اوقات بغلط بخريه، هذا شيء طبيعي وفيك بخرية. انت تتطور كانسان إيه؟ ما في شيء غلط. قول غلط مثل نمر لما عمل الابولوجي، برافو عليه، عمل ست من بعد ما قال هالشيء يمكن ما كان لازم يقوله اصلا من الاساس، رواق. بس انه قول انه برو ما بغلط، انت يور تو اوفندد. ما انا ام اوفندد بقصص. انا اذا حدا بقول انه مثلا كل السنيه هبل ذاتس اوفنسيف، عرفت انه سينج انه ام نيفر اوفندد منك بطل. انا برايي يو كان اولويز اتس اول اباوت يور انتنشن. انت شو قصدك خاصه بالستاند اب مثلا؟ اكيد انه عم بتمسخر دائما على الحزب وعلى القوات وعلى الكل، بس حسب ماي انتنشن شو هي. حسب مع مين عم تحكي. ايه exactly. ما بدك تنسى مع مين عم تحكي. ما يور اودينس مثلا، انه اكيد بعرف انا اي اودينس. مثلا مره طلعت عملت بكامبينج سايت كامب مور بعيون قرغش، عملت ستاند اب كان وقت القوات. القوات سمير جعجع كان قالوا اذا لقت كورونا او لا، فعملت نكته انه قال لا ما لقت كورونا، وطى من تحتها ومرقت من فوق الكورونا مثل لما هي رصاصة وهيك. وكمان انه سمير جعجع نزل بعد الانفجار صار يزور عالم، قلت لهم انه he's not relatable as a guy. انه عرفت انه ينزل يشوف بالأشرفية ليك شو تضرر بيتي. لو ما رشوا مي عليه او شيء. ايه في واحدة بس انه whatever it is. يعني نزل قال حدا حيقلك انا مكسر بيتي وما عندي، بقول له يا برو انا قعدت 11 سنة بالحبس. اوكي مهم very relatable سمير. عرفت انه شو، بس هيدي قلتها لجمهور قوات وقبلوها. بس مثلا it depends امتى بتقولها. يعني انا بقولها بعشر دقايق بعد السات لما اكسب العالم، لما مسخسخوا شوي. Exactly. And that's the beauty of stand-up. مش cold open. ايه انا stand-up هيدا اللي بيعطيك اياه، انه context. لانه مثلا اذا بتشوفني على انستغرام I get more outrage على انستغرام وكانسل كلتشر على انستغرام اكثر من لايف شوز، لان لايف شوز بيعرفوني. عرفت شو اوريدي بالمايند سيت، مش انه واحد شايف البوست بالضبط. كمان جايين يشوفوك لالك، في سترينجرز، في سترينجرز بس انه جايين بيعرفوا شوي. انا جاي احضر كوميدي شو، انا بعد ما اني كثير معروف وهيدا اللي عم بقولوه كل العالم مين هالخرا. ثانكس حب. بس انه في كثير ناس بس يعني 50% اوقات ما بيكونوا بيعرفوني، which is great I love that. لانه مثلا بس انه بطلع بوجهك اول 10 دقايق عم بحكي قصص رواق حبيتني، اوكي فيني تقل تقل بتقل بتقل بتشوف وين اللاين. بس انه مثلا لما يوصل لك على انستغرام فيديو مين هالخرا اللي عم بيصير 100%، ما في كونتاكس ان انستغرام. واحد بيكون عم بيحضر بوبي فيديوز بعدين فجاه بيطلع انه حجر قدامه عم بيسب بكل العالم. لا او او بشخص واحد او بحزب واحد مثلا. سو ما بيعرف انه نو بيسب كل ال هيدا اللي بتصير مثلا. بيقول لي عم بحكي عن الحريري، بيقول لي استرجع احكي عن الحزب سكرول داون. عرفت بس هيديك الجمعه. هيديك الجمعه. بس انه الفكره ما اتس نوت اباوت بروفينج تو ذم انه والله انا بحكي عن الكل. هيدي ساعات عم تلعب لعبتهم البارادايم انه والله I don't belong to any of them. ما مهم، المهم انه صعوبة الانستغرام والاونلاين بريزنس انه ما في كونتكست مين هيدا ليه عم تحكي هيك، كتير دج بالوجه. وخاصة انه you can be meaner while texting، بس لما تكون live ما بصير هالشي. حتى ناس متعصبين مع الكتائب
انه قايل انا نكتة عن الكتائب عن بشير الجميل ما بتقطع يعني، بس لما اقولها بستاند اب انه سوبر رواق حتى مع ناس كتائبية، لانه خلص انا صار لي ربع ساعة عم ضحكك، which is هون اللي انت بتحب انه بريدجينج، هيدا بريدجينج which is why online will never bridge. اوكي اكيد لا مش هيك نحن بتقدرنا هيك مقطع من هون مقطع من هون بسردي، ما بيكونوا شافوها كلها للحلقه وبيبقى هيدا اللي عم جرب لكم انه الغوا سردي لانه ما في عشاء برو بس انه عرفت ما في كونتكست. هلا اذا بتنزل هلا كليب 4 دقائق مثلا مثل اللي بتنزلون ما يمكن ما الكل يفهمه او ما الكل هيدا ده مش كل العالم بتنفعل بهذا الشيء right. ما which is why stand up wins every time. always انا بعتقد وكيف رح تعمل هلا ما زي ما في كثير ما في بنطر like I know انه ما لنا فور ايفر stand up على زوم عملتها مرتين كان كيرس عم تنسى عملتها كيرس 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 برو انه بتعرف انه ما بتعرف لمين بدك تعمل ميوت والناس ضحكتهم حلوه بدك تخليها ناس انه ليه بدي احطك وناس ما عم يفهموا ويعلق الكونكشن فكنت هديك المره بالمقطعام انه بطل حلوه كيرس زوم ايه انا حبيت كمان كوميدي بيكوز كوميدي انه بدنا نكون سوا لنضحك ما في مثل ما قلت الضحك از انفكشس ايه لا بعدين بتشوف الرياكشن تبعنا في هلا في كوميديز ذي ار دوينج ات باليو اس وهيك لانه كوميدي كلتشر اوريدي ما نحن هلا عم نكتسبها يعني من 2015 2017 الهيب هوب كلتشر بالعالم العربي والستاند اب عم يكتر يعني صار عندك هلا بالراب سين عندك الراس شاب جديد ويجز اب يوسف عندك ناس صار لهم فتره مروان موسى كلهم هون عندك هون درويش راس عندك كثير ناس كمان عم بتنمي هيدا الكالتشر بدها وقت ايه بدها وقت مثلا انا لما بلشنا ستاند اب انه 90 كانوا العالم معودين فادر عايده عادل كرم كل القرطه يعني بعد لا يمال انتوا عملتوا سكتش كوميدي رحت عملت شو جاي احضرك لانه انت مهضوم على التي في بس بروف ات وحاضحك لك قبل ما يطلع على المسرح لانك بتحبه لانه خلص انت اوريدي يو درانك ذا كول ايد قبل ما يطلع على المسرح عم يبتسم لهم which is tough كمان لانه فادي وعادل وما رقوا بشيء نحن ما مرقنا فيه يعني هني مرقوا بشيء انه شت عملت سكتش هلا شوف اذا بضحك ستاند اب فكان صعب عليهم واتس جود ريسك بس هيومر تشينجز ايه هيومر تشينجز ديفينتلي بس نحن مثلا اتس ا ديفرنت دايناميك مثلا انا نحن بلشنا انه ليه عم بحضر حدا مش مشهور يضحكني فكان في كتير انه مين انت ليه بدي اضحك لك امتى بلشت بعتقد اكورد بلش هلا كان في قبل ترايلز كتير مثلا ب 2009 كان الشباب الياو مع توني داغر جورج ترباي اللي متري كانوا عم يعملوا بمونو بس رجعوا وقفوا رجعت بلشت وكان باقي كله يعني وسام كمان كان يعمل ببابات كل الوقت صح. عرفت لجرب لانه ما كان في فانيوز ما كان في كوميدي كلابز او اوبن مايك لتجرب قصصك وبكاد امتى بلشتوا كاد ما كان ما اوكورد البلاتفورم ما بلش بكاد بلش ببي او اس بيروت اوبن سبيس بجميزه كان سبيك ايزي يعني بساعة 80 شخص بلش هيك بلش يكتر رجعنا رحنا كاد ب 2017 وساعتها بلش الناس تقول اوكي حاجة جرب ناس وبالاوبن مايك صار تفهم انه في مين ما كان يطلع ويجرب which is great لانه نحن بدنا اوبن مايك لانه بدنا ناس تجرب بدنا نساء تجرب لانه كتير ميل دومينيتد مثلا كتير ميل دومينيتد هون فعم نجرب نغير في شادن في شادن في ستاف غلبوني في كذا حدا عم يجرب في كذا بنت صبية عم تجرب بالأوبن مايك عم يرجع يجو عم يبلشوا بس لأنه كتير intimidating لأنه كتير في هالهيستوري that I hate أنه only أنه women aren't funny أنه ما أنا لازم يكونوا بشعين إيه مثلا أنه كتير غبية هالشيء أنه stand up comedy أنه عم تحكي عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ human culture انه تعال نسمع بس ل 50% منهم انه what about the female part what about ونحن اكثر منهم other genders يعني. other قد ايه 51% انه تخيل انه ما عم تسمع لهذا لا الاكسبيرينس تبعت الاحسن لا بس بعتقد كمان مع النسوان and correct me if I'm wrong media اذا مره بتبلش تسب وتحكي وتنكت ايه شادن مثلا متواجه هالمشكله كثير مع العالم انه بيقولوا لها ما انك معدوم لانك بتسبي او لا ما لازم تكوني ليدي لايك او لازم تتصرفي مثل ما تفوتوا بالسكسزم لانه فينا نسردها لنسردها يعني بس انت لازم تحكي ساعتها مش انا ونور لازم نسكت ايه مثلا اكيد شي ريلايزز انه مثلا اذا بتحضر شادن وهيك بتعرف قد ايه شادن انا حضرتها وانا بحبها كثير بتعرف قد ايه بتواجه سكسزم والناس انه
أو هوموفوبيا. لا آخر فيديو لقاله إنه بسبوها بيقولوا له لسبيان. يا جماعة أنا مش مسبب لهم. شو عم تقولوا لي يعني؟ Exactly. بس هيدي كولتشر مع الوقت إنه الناس إنه وأكيد لي شادن بتواجهه أصعب بكثير من اللي أنا بواجهه. أنت شو بتواجه بالضبط؟ إنه ماكسيموم يمكن إنه death threats وهالقصص. أوكي مشادن كمان بيجيها أكيد بهددوها ناس. بس إنه كمان هي عندها اللير إنه she's queer. وومن فبتعرف هي شو عم بس بكل شيء نحن اصعب كل شيء اصعب هيدا عم اقوله اذا انا بكتب مقال اذا انا بكتب مقال بينتقدوني اكثر لانه مره عم بتكتب من مارجي لانه اذا انا فايلنت المره ما مفروض تكون بتكتب بعنف مثل سيرينا ويليامز لما قالوا شي رياكت سترونجلي لانه خسرت الماتش انه ليبرون جيمس بكسر الدنيا وبعدين بيشبهوك للرجال يعني exactly. اليوم بقول اوف شو قوي اوف شو عنده بيضات لا سوري مان انا عندي فاجينا او اقوى منك كلنا مبسوطين لا بس I get it لا ما هو ما it's any field it's like any field كله ميل دومينيتد كله انه لا انا احسن it's insecurity مع الوقت بيتغير بس انه بلبنان صعبة عم بتغير بس not never at the pace you want بطيء change is never at the pace you want بس شلون بتغير التفكير تبع شخص واحد I think هذا انتصار يمكن لا يمكن انا جاي اتمنيك بس انا ما هيدي كمان لما تقول انه انا جاي اتمنيك ايه مش انه جاي كمان بفوقيه انه انا جاي اغير لك إيه. مش انه شو الليله بدنا نحكي عن هالموضوع لايك اوكي ارتاح ما انك جاي تنظر المشكله انه بلبنان اللبنانيه كتير بيحبوا ينظروا كنا عم نحكي عن الكورونا كل ما حدا بيحكي عن الكورونا او شيء بلبنان يكون حكيم او انفلونسر اكزاكتلي خصوصا الانفلونسر بينظروا ما بيقولوا لك اللي انه ما بيعطوك معلومات لازم بيقولوا لك شو لازم تعمل ما زلت الشيء انت جاي انت هدفك المانياكي انا بس بدي اتمنياك بس بدي if I make a point good for you برافو بس انا جاي فشت خلق انت ككريتيف بروسس انا بفش خلق لما يضحكوا هن بفشوا خلق لما يفكر بفكره جديده برافو عليك ما بيهمني انا جاي اتمنياك وذاتس وات دي حتى ديف شابيل قال انه حتى ديف شابيل مش عم بكون كتير بريتشي باخر فيديوز عم بكون بريتشي كتير بس انه بالنهايه لما يطلع يعمل ستاند اب بقول لك بكسر الدنيا I'm fucking around I'm here to fuck around this is good this is a good attitude بس كوميديان يعني ما تفكر مين لمين بده يسمع لحدا عم يتفلسف عرفت طيب اذا حدا قال عنك انه انت انفلونسر كيف بتاخده اوكي يقول ما حيتغير انا كيف بتعامل مع وضعي انه انفلونسر بعدين بيجا بيقول لك انه عندك كتير فولورز سو عندك مسؤوليه مزبوط الفولورز عندك مسؤوليه ما عم نحكي مثل حدا عنده 80 فولور بس لقاله لعائلته وغير عنده في ريسبونسابيلتي ويوجولي اذا انفلونسر عم يعملوا كونتنت انفلونسر في مصاري بتدق وفي سبونسرينج وفي براندز وفي هيدا انا ببعد لهلا ببعد عن هالشي لانه كمان حتى دعايات ما بحب اعمل لانه بعدني مش معروف كتير وما بحب انا بدي ركز على ماي ايمج كستاند اب كوميديان فما فيني انا اكون انه مثلا نور عمل دعايه لبيبسي ما في احكي عن بيبسي او بيروت بير او ما بدي هالشي وما بدي كمان اطلع بدعايه تكون ظابطه ويصير هذا اللي بيعمل دعايه دوري بيكبوا عليك هذا الشيء كوميديان هلا عرفت اي وونت تو بيلد ماي سيلف اب أو to gain credibility ومصداقية عند العالم أنه أنا مهضوم I do my job بعدين بنحكي بقصص شو الليمت تبعيتك؟ بشو؟ أي ليمت ما بتقطع؟ في موضوع ما بتحكي عنه؟ لا حكي عن كل المواضيع كل شيء دين كل شيء كل شيء سكس أصلاً مش ليمت بس مش منه ليمت بس أنه حتى ما بحكي عن السكس مثل أنه نكتو it's dull for me I talk about it for a reason طب سؤال هلا مع انه نحن وضعنا عم بينهار يوم بعد يومه انت ما انشغلتك اللي بتنبسط فيه هو الضحك عالم اكيد مع كل هيدا الشيء اللي عم بيصير يعني كيف عم بتلاقي الموتيفيشن تضحك العالم اتس فاكينج ديفيكولت اتس نوت بتعرف قلت لك يعني ما في مثلا يوم ورا يوم تقول مانكس اخت انه كيف بدي اضحك العالم وكل هيدا الشيء عم بيصير قدامي والعالم عم تموت على باب المستشفيات ما بدي انت أكيد دبرس أكيد ندبرس كل الوقت إنه بس الفكرة therapy it is a bit for those يمكن مش لقلي دائما أنا بس أنا it's my mechanism بس كتير بحب ما نضحك عالم على شيء أنت عم بصير لأنه ما بدي
كثير ناس بيقولوا انه شو لازم تعمل ككوميدي كمان انه تحكي ما تحكي سياسي هلا ما حتدمي الوضع حساس الوضع حساس بس انه عم بحكي عن نهاري كل نهاري فيه ليه انا خلقان ببلش من ليه انا خلقان خلقان هون عيني بالكهرباء عيني بالكهرباء بعد مرة لازم احضر بورن الليلة كثير جعان وكلهم هالافكار طبيعية ما هيك فانه كلهم بيمرقوا براسي هالافكار فانا حاحكي عن نهاري مثل ما بفكر فيه وخلصت you like my comedy perfect you don't like it it's not for everyone you're offended على بحكيك بحدسك للابد عن ليه انت ما حبيت شغلي اذا كنت محترم معي اذا حتقلي اي رفيق وبهالشي ما هيدا ما حاعتبره نقاش هو الميكانيزم تبعك مع كل شيء اللي عم بيصير حواليك قادر ضحك مثلا انه نرجع لخبريه اول اكزامبل انه اذا ولعت السجاده وظهرت امك مقطوع راسها من ساموراي وهليكوبتر ورا حضيها بس انه كمان تعرف انه بافلام الرعب لما ينقض عليك اسد ونايتمير اون الم ستريت وتبع سكيري تبع السكريم كلهم جاي حتقرا الضحك لانه ما بصدق انه هيك عم بصير اوكي كمان عم بتضحك لانه الوضع ابسورد لانه الوضع ما بيتصدق والعالم طلعت ما طلعت اليوم مره عم تعيط على التليفون على السبيكر فون انه عم اقول لك حطي خضره وبعدوني سمعتنا شيء عم لك انه ما في شيء بده هالقد الا اذا حدا حيتحول من ضفدع على انسان ساعتها على اي جانغ الي فرزلي اي مثلا شو صار بي الي فرزلي بالضبط مش معقول لا مش معقول هذا الوجه القبيح لا مش معقول تريجرد على الاخر لا لا مش معقول يعني بتخاف تعمل هو من وراه يعني هو وجه النظام وانا بعتقد ما حقنا عصبتي ابدا تاخد الفاكسين بعد ما في بعد وجهه هو كيف شو صار فيه بعد ما اخذ الفاكسين كريم العالم ما بتعرف من شو صار بالضبط جن هاي شو بدك تشرح جن ترى عملها ارت اوف بو كتب الي فرزلي هاي هي شو تفسر مش معقول مش معقول عمل فاكسين سالوه ما كان لازم تعمل فاكسين بلا انا بدي اعمل فاكسين بس هيك انتهت ليومين وجعر وبزع على التلفزيون لا باثنين انترفيو باثنين انترفيو مع جاك انترفيو مع جاك غصان وكان رح يكسر الكاميرا تبعيته قد ما انفعل مش معقول لا مش معقول بس انه الميمز بعدين عليه كانوا روعة انا عملت له شي اربع ميمز بعدين عملت شي اربع عملوا ميم وقتها عملوا هو سيث لورد وقتها كنا عم نحكي على هيك لانه بيشبهون يطلع كهربا من ايده الزلمه يعني لا لا جان كنا عم نحكي كمان عن قصة ارت اوف بو ارت اوف بو حط رسم شيء اللي هو بعد ما عينوا شيلوا فادي سوين طبعا موضوع حساس نحن عشان نحكي فيه انه السياسة عم ينكح الجاستس سيستم which brings me back to my point ليه هالقد مستقتل على الجاستس سيستم ما again ليه انه وقت شيلوا فادي سوين هو رسم رسمة انه السياسيين عم بينيكو الليدي جاستس بس هيدي بتنعمل باليو اس باليو ليك هلا في شغلتين باليو اس صار من 60s بيقولوا انه the government fucks me every day this is a very old joke and I, which is why art of boo بهلا I can see at the age group I don't know art of boo but I can guess قد عمره من هلا انا مأكد انه فوق ال 45 الزلمه لا عن جد قد عمره اصغر بس هناك اصغر بتفتكر بالثلاثينات عن جد لا بس بعتقد جمهوره هو هلا هي اتس ا رننج جوك يعني كل العالم بتعرف انه كلنا عم نتك نور على الجفرمنت بس انه ذس فور مي اتس نوت ا نيو منا جديده منا جديده ذس از واي انه انت از ا كوميديان بتشوفها هيك بس انه اليوم اذا بتشوفها انا كثير حبيت الرسمه انا كمان انا بيرسونالي ليك هلا هي ليك هي كثير حبينا الرسمه بيكوز ات واز فايلنت انه هذا عم بيختصب بس اتس اول اباوت ليه عم بستعمل انا هالايمج لوصل رساله صح فبستاند اب فيني اقول مثلا من تيك وجهي او فيني اقول عم بحشي بتيزه ملوخيه صار لي جمعه انه من تيك لا صمدهم لما ياخذون الحكومه اوكي اتس فاني بس انه خلص من تيك وجهي كمل ليور بوينت عرفت انه ما كثير تحط بار وملوخيه سبيشال اف اتس دان اوريدي عرفت انه ذس از ماي بروبلم انه اتس دان وهيدي كثير انه بومر هيومر كان جوي سليم كتبت عنها لايك شي اي لاف وات شي رايتس كتبت عن الموضوع انه
انه مزبوط انه خلص ما سخيفه. انا بعتبرها سخيفه يا اخي، ومش كل حدا له حق يعتبرها شو طبعا. انت حبيتها انا بعتبرها سخيفه، بس الفكره انه يمكن انه الاوتريج جمال كانسل ارت اوف بو ومدري شو، هو هي الرياكشن كان منا طبيعي، وهذا الدليل على عمره باي ذا واي. بس هيدا الرياكشن عم بصير على كل شيء. ايه رياكشن، بس هنرجع كمان ليه عم بيصير على كل شيء، لانه العالم عم بتوجه غضبها على الباتلز، على الاونلاين باتلز، على الاونلاين باتلز، شالو باتلز مثلا. وكان بي ايذر واي، في يكون محقق الناس يقولوا انه يو دونت هاف تو بورتري ريب تو ميك ا جوك، انه يو نورماليزينج ريب. انا هيك سمعت، ايه بس انه يو دونت هاف تو ميك ذات تو يفهمنا انه عم نيك نحكم انه قد ايه صار لعامله ارت اوف بو 10 ايام، انه حس انه شو قدم، عرفت انه حسيت انا بالقوه تبع. لا هو عم بيعبر عن رأيه، ما ويعبر ليشبع، بس أنا عم بحكي ما عم قول to censor him never. أنت هتحكي في عم كوميديك ستاند بوينت أنه ما شيء جديد يعني. إيه فور ديفينتلي. وبركي ما يكون عنده هدف، ما هو بيرسم يلي عم بيصير. يستوف. رياكشن تبعيته. بس إنه هو حس. نحكي أنا عن reaction of people out. reaction of people كيس كين. بس إنه في عندهم argument، بس يمكن في outrage هلا. انه مثلا لانه ما عم نلاقي شيء سياسيا قادرين نعمله، صح. فبكب حالي على الانستغرام انه الغي هيدا، حكيت غلط، ضربت كلبك، بدك كل هالامور. طلعت مع علي مرتضى، طلعت مع علي مرتضى، وات ايفر ات از، سبسبت لغادة عون، عرفت جينو ما داز ذات، ايفري ون داز ذات، اتس اوتريج اوتريج اوتريج، اتس ساتوريشن، ما قادر تلحق. فيمكن ما قادرين نعمل شيء فعم نروح لهالقصص، بس وات هابنز از انه الناس انه مثلا ارت اوف بو انه ليك كيف عم بنيك القضاء، از ريبينج قضاء، اوكي ما ليه حاطط بالك بالقضاء وليك شو عملوا بالجاستس، ما خرع جاستس سيستم فور مي، خرع جاستس سيستم. انت عم تقول انه بلا ما حتى يفكر بهيك منطق يعني. انا من انه وات ار يو بورترينج، انه فور مي بوليتيكلي كوميديكلي يو بورترينج سمثينج ذاتس فيري بانال. لا لا بالنسبة لي. لك عندي سؤال بقى. بعد ما أيه. هلا مع كل شيء اللي عم بيصير، وبعتقد وصلنا على آخر البودكاست، نحن مثلا هذا السؤال مسأله كل الوقت، مع كل شيء اللي عم بيصير، مع كل شيء اللي نحن عم نواجهه، مع كل الأكل الخرى اللي عم ناكله، في أمل؟ يمكن أنا من ناحية فيك تقول لا، فيك تقول انسى بعرف. الموضوع لا لا بعرف. بس قصدي أنا قصدي أنا كتير انت يمكن بتلاقوني انه ما بآمن بالقضاء، ما بآمن بالانتخابات، اتس فيري انه حقك ما ايه بعرف، بس انه كتير انه ايه طب وين بدنا نبلش، طب انه انا من وين مكتوب انه لازم تبلش، او وين مكتوب انه وعدت بانتخابات او بقضاء جيد ونزيه، ليه انا بس انا برأيي انا اكتر واحد اوبتيمست فيكم. ليه؟ لانه انا بدي يتغير السيستم، بتعرف قد ايه بده اوبتيميزم وجهد لتغير السيستم، انا بدي يتغير السيستم، لانه بده وقت، ما بدي ساوي، ما بدي اعمل مع منفذ وحزب سبعه وكتائب بقول لهم ما أنا مثل حتى ديما صادق، يعني ديما صادق كلهم جروب 14 اذار، انه انت فعلا من بتقول له للكتائب انت فعلا من وقت كلهم، يعني كلهم وات لا ما بدي ساوي. بس اشخاص مثل ديما صادق وهو لانه كانوا بلتسي بحزب وتخلوا من الحزب يعني أوكي. طلعوا منه أوكي. بس عندهم هيدي الصبغه لانه شو انا مع اجان ذا ستاندردز انه شو ستاندرد كيف لازم نقيهم، لا الثوره لازم ديما صادق تكون معنا ولازم ما تحبوا لاداء سامي، ما بيهمني انتوا عم تحكوا عن 20,000 واحد اونلاين they do not exist organically، عم بحكيك انا بمليونين 3 ملايين شخص غاضب قادر يحقق بجسده مثل العفو العام، ما بدي احلى شيء يمكن يصير انه ينقطع الانترنت، اما ينقطع الانترنت نو انفلونسرز نو استقصاء، وحتى ولا رياض قبيسي، ورياض بيعرف بحبه يعني انا بيرسونال، بس قد ما قدمت ادله شو نفع الادله اذا ما في عداله، فخلص كله يروح، ما في مين حدا يكب كومبليت اي ام بي، بطل في حق المغناطيسي لحتى يكون في ارسال وساعتها نشوف الشيء. بس انت عم بتفكر لبعيد ما هيك نور، يعني منا هيني نحن عم نعيش كل يوم بيومه وما عم نقدر نفكر بتغيير السيستم اللي حيكون جذري، اللي حيكون كتير طويل بده ياخذ وقت. بس انه قبل ب 2015 طلعت رحلتكم كان اقول مستحيل، ولا بعد 20 سنة اذا الزبالة ما قادر اعمل، 2019 اقول بلش ينزل عالم، بلش يقولون كل خرى للقوه الامنيه وما تخونوني، وعارف انا انه حتخونوا سفرات وضلوا الناس تنزل رغم تشيطن من انه انتوا سفرات، it's a learning experience.
بالثورة الجاي ما بعرف شو حيصير. مشوار طويل أصلا. إيه. Which is not bad. تبغى نكسر السيستم؟ أنا بشيل كسر institutions أول شيء. روى إنه خاصة بلدية ترابس. بس لأنه عن جد بعزبون المسقفين تبون إنه لا ما لازم it's traditional هيدا. ما لازم نتدجن، ما لازم نعمل بدنا إياه، لازم فش خلنا بطريقة اللي بدنا إياه. Whether through comedy whether through ننزل نتظاهر ونقطع السطر ما حدا له معنا من. لأنه ما في ولا أي حل تاني. Thanks thank you. عزبناك man. Thank you for the Saturday. شكرا للسردي. فيك عن مطبخ أطبخ أنا. شو بدك تأكل؟ ما تطلعوا إذا ما في دينر. لك شو هن البروجيات هلا كلمة أول شيء كلمة العالم تلاقيك وينك أنت what should they look for؟ على إنستغرام I'm active نور حجار. في عامل أنا like they can when they follow me as they want. في عندي على stand up series على سينموز. They can find out. They can thanks. They can find out إذا بحبوا ستايلي. بستاند اب وفيهم يتابعوني وعندي بروجيكت يعني we're working on several projects I cannot talk about بس انه they're very exciting comedy wise so stay posted تمام. You're going to see him hopefully على كل الشاشات قريبا. Thank you نور thanks حبيبي thanks thank you